احنا الان موجودين في محافظه الزرقاء بضيافه شركه جعفر زعتر وشريكه لقطاع السيارات الكوريه في شارع المصفى مقابل البنك الاردني الكويتي، ومعي الان المدير العام لهذه الشركه سيد جعفر زعتر. مساء الخير. مساء النور استاذ جعفر. نتحدث عن شركه جعفر زعتر وشريكه لقطاع السيارات الكورية. متى تم تأسيس هذه الشركة؟ اختصاصكم من قطاع السيارات، الوكالات، آلية العمل إذا تكررت؟ احنا حقيقة الشركة ابتدأت تمارس عملها سنة 1997 ولغاية الآن. طبعا احنا مختصين في قطع غيار السيارات الكورية، استيراد زائد محلي، من أمن قطع غيار السيارات الكورية بشكل عام. نعم. جديد ومستعمل. نعم. أستاذ جعفر، نتحدث عن أهم المشاكل اللي بتواجهكم في هذا القطاع مع الجمارك، مع مواصفات مقيس غيره. يعني حقيقة هي مشاكل يعني نوعا ما يعني تعتبر بسيطة، يعني مش مشاكل كبيرة. أهم المشاكل اللي هي يعني أحيانا الجمارك، يعني أحيانا بشعر التاجر يعني بنوع من الظلم، احيانا بكون منصف، يعني نوعا ما يعني بكون الامور جيده. نعم. بما يخص موضوع يعني الان بالتاكيد انت وابناء عمومتك يعني من شركائك في هذه الشركه، نعم، بتابعوا كل صغيره وكبيره. نعم. عن طموحاته القادمه بهذه الشركه، ايش طموحاتكم؟ والله هي حقيقة احنا طموحنا انه يكون في عندنا تكامل في قطع غيار السيارات، بحيث انه اي عميل او اي زبون يطلب اي قطعة تكون موجودة، بغض النظر يعني عن سعر، عن هذا يعني يكون في عندنا تكامل في قطع غيار السيارات. نعم. لانه اي زبون بهمه انه اي قطعة بحاجة لها تكون متوفرة. شو بتحب تحكي لجلالة سيدنا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وجلالة الملكة والشعب الأردني؟ بنحكي لسيدنا كل عام وانتم بخير. الحمد لله الأردن بلد أمان وبلد استثمار. الحمد لله يكفي نعمة الأمان اللي موجودة في البلد. يعني احنا في وسط منطقة كلها مشتعلة، ولكن بحمد الله الأردن يعني تعتبر مثال لأي مستثمر يقدر يستثمر في الأردن. يعني هاي بلد خير وبلد أمان إن شاء الله. إن شاء الله. سعادة رجل الأعمال السيد جعفر زعتر من شركة جعفر زعتر وشريكه لقطاع السيارات من هنا من محافظة الزرقاء، تحديدا من شارع المصفى، نتقدم لك بجزيل الشكر المدير العام لهذه الشركة.